علم اولادكم السباحه والرماه وركوب الخيل. تحياتي لك عزيزي الكريم الحاج محمد العبادي وامتنا اللي استربت اولاد ناس القيم وفقيم صالح. وانا اشكر بيصلي عليك يا رسول الله تكسر الجوع. عليك يا رسول الله عباس حاضر بقوه في كسر الجره. انها الفرجه انها المتعه ذلك هو الترويحان للنفس. لو تشكر الحج محمد بن عبادي اللي بكل صدق ابن البلاء الحسن في حياد المورد الثقافي. شكر خاص للاخوه الشوقي اللي جاونا من زاوي الشيخ والاخوه كاملين اللي راهم حاضرين معنا بقوه في اللقاء التواصلي وهذا الامس الاحتفالي.